يا ترى ايه السبب اللي بيخليني ويخلي كتير جدا من الناس بعد رمضان تنتكس؟ كان في واحد معرفة كده حكالي قصة حقيقية ان شاء الله، ان هو في مرة من المرات لما راح يصلي الفجر في المسجد الصغير اللي بيصلي فيه كل يوم، جه واحد بعد صلاة الفجر ووزع على كل اللي موجودين في المسجد ظرف ومشي، كل واحد ظرف ظرف كده والراجل ده مشي. المهم الناس بتفتح الأظرف دي، كل واحد لقى في الظرف بتاعه 1000 جنيه. المهم الخبر ده انتشر في كل المساجد او الاماكن اللي حوالين المسجد دوت. المسجد ده ما بقاش يفضى من صلاة الفجر يوميا، تمام، لدرجة ان الناس بتقول يعني احنا ما كناش اصلا في صلاة الجمعة بنفرش برا المسجد، عمرها ما حصلت، فما بالك في صلاة الفجر ونفرش برا المسجد علشان من كتر الناس اللي موجودة. المهم يوم 2-3 اسبوع 2-3 شهر الراجل ده ما جاش، الناس مشيت، واللي كان اصلا لما سمع عن الخبر وما كانش بيصلي وفواظب على الصلاة طول الشهر دوت خلاص ما بقاش يجي، يعني ما فيش فلوس تاني او ما فيش فلوس جاية، هي كانت مرة وعدت. الشاهد من القصة دي ان الفرصة يا صديقي بتيجي بس للي جاهز ليها. مش معنى كلامي ان انا بقولك ان انت هتخرج من رمضان ان انت مش ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر لك، ان انت ربنا سبحانه وتعالى مش هيرحمك، ان انت ربنا سبحانه وتعالى مش هيعتق رقبتك من النار. اعوذ بالله، انا ما اقدرش اقول كده، مش جنتي ولا جنة ابويا علشان اقول ده اه وده لا وده يخش وده ما يخشش، مش بتاعتي. كل اللي انا جاي اقوله لك ان الفرصة بس بتيجي يا صديقي للي جاهز ليها، دي رقم واحد. رقم اتنين، اوعى تكون زي المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب بيها المثل في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا إلى آخر الآية. دي امرأة كانت في مكة، كانت دايما طول من أول اليوم لحد آخر اليوم طول اليوم عمالة تقعد تغزل الملابس والثياب الجميلة الحلوة المطرزة اللي تخطف العين كده وتخطف القلب، تقعد تطرز كده وتتعب جدا جدا على الثياب اللي هي عمالة تغزله ده، ومرة واحدة بعد ما تخلص والناس يشوفوه جميل تقوم شد خيط كده يكر كل الخيط اللي كان في الثوب اللي هي غزلته ده فيبوظ ويفسد. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقولك اوعى اوعى تكون زي المرأة دي، اوعى تكون زي المرأة دي في حالك مع الطاعة والعبادة. مثلا تتعب طول شهر رمضان وتقرأ قرآن وصيام طول النهار وقيام طول الليل وطول الليل والنهار قراءة قرآن، مننا اللي ختم مرة واللي ختم مرتين واللي ختم 3 و4 10 واكتر من كده او اقل من كده. ربنا يجزينا يا رب بقراءتنا للقرآن دوت ويشفعه فينا، اللهم امين. الشاهد وتيجي بعد شهر رمضان وبعد التعب الكبير ده تنقض وتفسد الغزل اللي انت غزلته الجميل الرائع ده باعراضك عن الصلاة بعد رمضان، باعراضك عن القرآن بعد رمضان، باعراضك عن الصيام بعد رمضان، باعراضك عن الثبات على الطاعة والعبادة بعد رمضان. اوعى، دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك بيقول لك اوعى اوعى تكون زي المرأة دي. ده كان رقم 2. رقم 3، نصيحة من اخوك. انت دلوقتي في عز ثمرة الطاعة، انت دلوقتي بقالك 30 يوم بتقيم الليل، بقالك 30 يوم بتقرأ قرآن، بقالك 30 يوم بتصوم، بقالك 30 يوم ماشي على عجين ما تلخبطهوش، بقالك 30 يوم ماشي على الصراط المستقيم. اسأل الله العظيم ان يتقبل منا جميعا يا رب. اوعى اوعى تيجي دلوقتي في عز ثمرة الطاعة وانت قلبك وعقلك وروحك وجسدك خلاص الطاعة بالنسبة له بقت سهلة، ده بقاله 30 يوم بيصلي 11 ركعة في المسجد، ده بقاله 30 يوم بيقرأ جزء كل يوم أكتر أو أقل، ده بقاله 30 يوم بيصوم عن الحرام وعن الأكل اللي ربنا منعه عنه وعن وبيصوم، بقاله 30 يوم ماشي صح، ماشي مظبوط. أنت دلوقتي في عز ثمرة الطاعة، جسمك كله مهيئ إن هو يفضل ماشي. أوعى أوعى تنقطع. لو هتطلع من الفيديو ده برسالة واحدة بس من أخوك فهي هقول لك أبوس إيدك، لا تنقطع، اوعى تنقطع. والله لو اقدر ان انا اعمل لك فيديو عبارة عن 24 ساعة في بس كلمة لا تنقطع والله اعمله. ابوس ايدك وارجوك لا تنقطع. كنت بتصلي 11 ركعة في رمضان قيام ليل؟ انا بس بقولك بعد العشاء بس 3 ركعات، ركعتين، ركعة، 5 ركعات اللي ربنا يقدرك عليه قيام، اوعى تنقطع. كنت بتقرأ جزء في رمضان كل يوم اكتر او اقل؟ ارجوك لا تنقطع. اقرأ نص جزء، اقرأ ربع جزء، اقرأ ربع واحد، اقرأ صفحة واحدة بس لا تنقطع. كنت بتصوم؟ اوعى تترك الصيام. اتنين وخميس سنة عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليهم، اوعى تسيبهم. انت جسمك مهيأ
النتيجه يا حبيبي، ومش هتتعب لو حاولت ان انت تمشي على نظام رمضان. اوعى تنقطع، ارجوك نصيحه من اخوك، والله انت المستفيد الوحيد، والله لا تنقطع بعد رمضان. وبس يا صديقي، سريعا الفرصة بتيجي بس للي جاهز ليها. رقم 2، اوعى تنقض غزلك وعملك اللي انت تعبت فيه طول الشهر بانقطاعك بعد شهر رمضان. 3، ارجوك لا تنقطع، اوعى تنسى صيام الاثنين والخميس سنة عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن ولو صفحة واحدة بس كل يوم. اوعى تنسى قيام الليل ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام. اشوف وشك على خير ان شاء الله في فيديو جديد الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم.